Boşu مشكلة يعني لا تفضل عمو تفضل لا حول ولا قوة إلا بالله عمو إذا قلت لك أنا ما عندي أكل يا عمو ما بعرف شو اسمك عمو؟ في وين ابوك؟ وين؟ وين؟ مات شنو متريقة متغدية متعشية الله من المساجد ماذا صنعنا كي يطردنا الله البارحة رأينا أبواب المسجد النبوي وهم يغلقونها ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد النبوي اخبروني ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من المسجد الحرام اخبروني أيها الناس ماذا صنعنا حتى يطردنا الله من بيوته تعالوا بنا لننظر في المرآة في وجوهنا ولو للحظات ألسنا الذين كنا ناكل حق الميراث قبل كورونا ألسنا الذين كنا في ازدحام على البنوك في الربا قبل كورونا واليوم نبكي ونتباكى على أن المساجد أغلقت نبكي ونتباكى على أن بيوت الله قد أغلقت في وجوهنا ما أغلقت لأننا ما أغلقت إلا لأننا قبل هذا الوباء كان عندنا وباء الظلم وباء الحقد وباء الغش وباء الذنوب وباء المعاصي ترى لماذا؟ ترى لماذا؟ هكذا نحن سينتهي الوباء ثم سنعود إلى ما كنا عليه نحن كمثل قول الشاعر ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا ولما وصلنا الشاطئ